هدينا لو سمحتوا. ناخد بس نرمين. مساء الخير يا نرمين. الو. مساء النور. مساء النور، ازيك يا نرمين؟ الحمد لله تمام. عايزه تقولي ايه؟ اتجوزتي وانت في الجامعه؟ ايوه انا اتجوزت وانا 19 سنه. اه وبعد التجربه اللي انا شايفاها. لا لا انا ندمانه ان انا اتجوزت وانا صغيره. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا في حاجات كتير قوي في حياتي ما عرفتش عايشها. عندك كام سنه يا نرمين دلوقتي؟ خلينا نسمع التليفون. ليكوا حق التعليق بعد ما تخلص التليفون. استاذه نرمين بقالك كام سنه متجوزه؟ بقالي 11 سنه. 11 سنه وجواز مبكر يعقوبه ندم. ايه اللي حصل؟ ليه بقى؟ وانا اتجوزت وقلت هكمل كليتي وهخلص بعد ما اتجوز، والحياه كانت وردي. اتجوزت وحملت وخليت وما عرفتش اكمل، مع ان انا كان فاضل لي سنه واحده بس على التخرج. وبعد كده اتلهيت طبعا في البيبي. ما مش ظروف ماديه، ما تقوليش الظروف الماديه اللي ممكن تخليني ابقى قادره ان انا اعيش حياتي كويس، لا الظروف الماديه مش هتخليكي تعرفي تربي بنتك كويس، الظروف الماديه مش هتخليكي تعرفي ترميها عشان خاطر تروحي تعيشي حياتك، لا خلاص انت بقيتي ملتزمه قدامك بنت بتربيها كويس عشان تطلع حاجه كويسه، عندك بيت، عندك جوزك لازم تهتمي بيه عشان خاطر ما يبصش بره لحد تاني وترجعي تاني. احنا عندنا نموذج هنا، عندنا استاذه جاسمين بتقول انا اتجوزت وانا بدرس وجوزي ساعدني. هنا المشكله ما هي واضح ان هي الظروف الاقتصاديه. انا 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 اتجوزت فعلا وجوزي كان مساعدني، بس انا من جوايا خلاص انا بقيت ام، بقيت محتاجه ان انا، لا انا بنتي هديها كل اهتمامي. عندك اولويات تانية يعني اولوياتك كانت كده. في ناس بترتب اولوياتها وبتمشي كله بالتوازي مع بعض. بتهيألي صعب قوي فكره ان يمشي بالتوازي، لازم حاجه بتيجي على حساب حاجه.